الوصية واردة بسورة البقرة، يا نعم. أيها الذين، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، نعم. الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. والبنت من الأقربين، لكن طيب. مع كل الأسف أها. إجا قال لك لا وصية لوارث والبنت وارثة. هون خربوا الدين. أيوة. قال أخي آية بسورة البقرة كتب عليكم. بسورة البقرة عندي صفحتين، صفحة شمال وصفحة يمين في القرآن بالذات، صفحتين صفحتين أمام بعض. على الصفحة الشمال كتب عليكم الصيام، وبرمضان نقيم الدنيا ولا نقعدها، كتب عليكم الصيام. يا أخي فهمنا كتب علينا الصيام. الصفحة اللي قبلها فيها كتب، هاي الآية راحوا الشباب أهل لحى لغوة. ما هذا شاء الصفحة اللي قبلها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. يعني فرضا عندي مليون، اقتربت الوفاة، عندي بنت مقعدة وأخوها مدير عام. يا أخي أنا بدي أوصي لبنتي ب900 ألف. إذا زاد 100 من بعد الوصية خل تأخذ الذكري مثل حظ الأنثيين كمية إضافية بعد الوصية دائما بعد نؤكد على الوصية. هذا الكلام. يا أخي واردي 4 مرات، لا يجوز أنه أخذ آية أو حادثة واحدة وأغفل باقي الحالات وأبني عليها حكم. نعم. الله قال يعني فشاهد وامرأتان في حالة واحدة فقط في كل القرآن، هي موضوع العلاقات التجارية، موضوع حفظ أرقام. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني هون بس قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنه في حفظ أرقام. راحوا وهذا الأطباء، الموضوع، وهذا الموضوع طبي فيزيولوجي، ما له لا لا علاقة. لا أبدا أبدا ما له علاقة. يعني لأنه ليش؟ الأنثى صعب عليها حفظ الأرقام، يعني ما بشهادة الأنثى. نعم. يعني 4 شهادات ذكر بسورة النور، هي بسورة النور ما شافوها. تشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، بس شافوا هذيك وساوى بنص عقل وبنص دين. مثال الآية 15 من سورة النساء: نعم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ليش ما قال 4 رجال و8 نساء؟ فالشهادة مثل بعض، نعم. يعني عشرات الأمور عم بيقول لي شهادة الأنثى مثل الذكر. راحوا الأغبياء على حالة واحدة بس أخذها وبنى عليها الحكم كامل بنص عقل ونص دين ونص. طيب شلون نص دين يعني؟ يعني كيف نص دين؟ يعني فرعون قدر يضل شعب كامل، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مرته اللي معه داخل البيت ما قدر يغويه، ربي ابني لي بيتا عندك بالجنة، هي نص دين؟ هي تحدد فرعون، هي نص عقل. طيب فرعون، خلينا نحكي في مبدأ الديمقراطية وبالتاريخ بنص قرآني. فرعون ماذا قال؟ فرعون الذكر: ما أريكم إلا ما أرى، يعني خرسوا مثل ما بدي بصير. هذا الذكر يعني كامل العقل. بلقيس أنثى، ماذا قالت بلقيس ملكة سبأ؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هي نص عقل وهذاك عقل كامل. 2، الأنثى ملكة سبأ أخذت قومه كلهم على الجنة، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أين قص الدين؟ فرعون بده ياخذهم على النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هذا كامل الدين وكامل العقل، لأنه ذكر. يعني بمروا على آيات القرآن وهن عميان. ما يعني رأيك، كذا ما الهدف يعني من وراء ذلك؟ يعني ما الهدف انه انا اجعل عقلية من المرأة ذكورية. ناقصة عقل وناقصة الدين؟ يعني ما الهدف من وراء ذلك؟ هناك يعني من يفسر بأنه المرأة هناك تدخل في حالة لا الحيض لا لا وإلى لا آخره. لا لا ما لنا علاقة، هي الله سمح لها. أنا شغلتي هي. طيب معلش، هل أنا ضمنان أنه صلاتي مقبولة لحتى أقول لها أنت هي صلاتك غير مقبولة، أنا صليت أكثر منك؟ هل الله عم ينزل لي في كل سنة، عم بينزل لنا لكل واحد ما يسمى هذا الجلاء المدرسي، بيقول لي والله كان صلاتك 50% وصيامك كان 40% وحسن حالك؟ أتحدى واحد منهم يعطيني أنه صلاة واحدة له قبلت قبل ما يقول
عن الانثى انه هي نقصت من الصلاه، ليش صلاتك سيادتك مقبوله انت ايها الذكر؟ مين قال لك صلاتك مقبوله؟ يا اخي الله سمح لها، انت شغلتك هي حتى تقيمها ناقص الدين؟ ليش دينك كامل انت ايها الذكر؟ صلاتك مقبوله، صيامك مقبول، اعطيني وثيقه انه صيامك مقبول. هي عبارة عن حملة لتشويه الدين، لتشويه الأفكار. غباء عجيب، غباء عجيب. يا أخي الله سمح لها، أنت شغلتك قضية إلهية خارجة عن إرادتها، والله بالذات سمح لها. فأنت يعني إيش محلك من الإعراب حتى تكون نص دين ونص عقل ونص 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 ونص؟ طيب مثال، هذا الغباء بيحكومه قبل 200 سنة، لكن حاليا عندنا من الروضه حتى اعلى الجامعات. انا عندي مهندس ونص مهندسه، عندي طبيب ونص طبيبه، لكن احيانا الاناث باي صف من الروضه متفوقات اكثر. صحيح. يا اخي هاي المدارس امامكم، شلون يعني هي نص عقل؟ هذا الحكي الغباء بيحكومه قبل 200 سنه، ما كان في مدارس. يعني روسيا مثلا، روسيا من عام 58 عنده رائدة فضاء فالنتينا تريشكوفا، هنا قصة عقل؟ وهدول الأغبياء كاملين العقل اللي ما قادرين يصنعوا أبري، رائدة فضاء. طيب يعني في ألمانيا ميركل أنثى، هل ناقصة عقل عم تدير أكبر اقتصاد في العالم؟ لك يعني هذا كيف عم فكروا؟ ما بعرف. أيوه. راح يعني تابع في نفس الموضوع.